سويا هذا الاستطلاع حول آراء الشارع العربي حول مهددات الأمن الإقليمي، نتابع سويا. ضد أي تدخل تركي في المنطقة العربية، ضد أي تدخل تركي في سوريا. الأعمال الوحشية اللي بيعملوها، لو اتفرجتوا على الناس اللي بتموت، الناس اللي بتدهسها الدبابات. أما هؤلاء الأسماء المسميين رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية وكذا، هاي مسميات عراقية. أما التدخلات إيرانية، كن واقعيين. طبعا أنا كعربي أستنكر التدخلات التركية في الدول العربية، وأنا أعتقد أن الدول العربية لازم تتحد وتتكاتف نتواجه هذا العدوان، لأن هاي عدوان خطر. يعتبر التدخل التركي في الوقت الحاضر بالأمور العراقية شيء سافر، ويجب عدم السكوت عنه من قبل الحكومة العراقية، وعليها أن تتخذ موقفا صلب في كل ما يجري من التدخلات التركية. بالتأكيد احنا كمواطنين عراقيين رافضين اي تدخلات خارجية مجاورة وغير مجاورة في العراق، وهذه هي يعتبر اعتداء على السيادة العراقية. ايران بتحاول تتوسع وبتحاول تمد زروعها في كل الدول العربية، لكن ان شاء الله الدول العربية عندها المقدرة ان هي تقف وش ايران يعني وغير ايران.